الرئيس السيسي يؤكد الاستمرار في تقديم كل الدعم للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. مدبولي يؤكد من الفيوم أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعتبر محور عمل الجمهورية الجديدة. الرئيس الأمريكي جو بايدن يتخذ قرارا نهائيا ضد تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. لا تتوقف اللقاءات التي تجمع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني يوما، وعنوانها العريض مصلحة القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل عادل وشامل لها. مصر تعمل منذ أكثر من 70 عاما على دعم فلسطين والدفاع عن شعبها، ولم تتأخر يوما عن ذلك تحت أي ظرف. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية، والسيد حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة الفلسطينية، والسفير ذياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء تناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وقد رحب السيد الرئيس بأخيه الرئيس محمود عباس مؤكدا استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومشددا سيادته على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة خاصة في قطاع غزة. من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومؤكدا ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية للعلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، ومن ثم حرصه على التشاور والتنسيق المتواصل مع السيد الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما سواء على المستوى الثنائي أو في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية والأطر المتعددة الأخرى، وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة وجهود دعم القضية الفلسطينية. We'll be right back.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقة الجزائر وشعبها من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت الدعوة للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رمطان العمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير حميد شبيرة السفير الجزائري بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن وزير خارجية الجزائر سلم السيد الرئيس رسالة خطية من شقيقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت دعوة السيد الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، فضلا عن التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مرحبا سيادته بالدعوة الموجهة من شقيقه الرئيس الجزائري، ومعربا عن تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة، وذلك بهدف استعادة مكانتها ووحدتها وبما يدعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية. كما أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقة الجزائر وشعبها العظيم من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم تأكيد الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في شتى المجالات وتعظيم قنوات التواصل الفعال بين البلدين حكوميا وشعبيا. كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي، لا سيما مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق المتبادل للعمل على استعادة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للرئيس الكيني ويليام روتو لفوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية، وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للرئيس الكيني بكل التوفيق في قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز روابط الأخوة مع كينيا واستمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين حول كافة الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سفير طاجكستان بالقاهرة دراب الدين قاسمي، وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، مؤكدا اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجكستان وتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين. من جانبها أعرب سفير طاجكستان بالقاهرة عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر واهتمام طاجكستان بالاستفادة من المشروعات القومية العملاقة والتجربة التنموية الرائدة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسية بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية، وأضاف مدبولي خلال زيارته لمحافظة الفيوم لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التنموية تعتبر محور عمل الجمهورية الجديدة. النهاردة اسمحوا لي يمكن يعني أنا عايز بس يعني نسلط الضوء على المشروعات اللي احنا وقفنا عندها أو قمنا بتفقدها، وهتلاقوا كلها حضراتكم مشروعات اللي دايما دي هو محور يعني عمل الجمهورية الجديدة، والكل المشروعات القومية المهمة جدا اللي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوجه بالحكومة بالإسراع بتنفيذها ومتابعتها بصورة دائمة،
وحد يحرككم كده ناخد كده اللقطة على طول مع بعض. طبعا أول مشروع توقفنا عنده كان تطوير منطقة السوائي، ودي طبعا معلم مهم جدا سياحي في دايما كان في محافظة الفيوم، وهو ده يعني دايما الانطباع عن الفيوم كان دايما واحد من الانطباعات عنها على طول اللقطة بتاعت منطقة السوائي. والحقيقة لما بدأنا التطوير المنطقة دي بالذات حصل يعني نقاش وجدل ان الحكومة داخلة تهدم المنطقة التاريخية وبتغير معالم المكان وحتشيل السوائي القديمة، وبالعكس يعني اعتقد يعني احنا حاولنا نرد من خلال سيادة المحافظ والدولة ان احنا بالعكس داخلين نطور، وهو ده اللي حضراتكم شفتوه النهاردة. واعتقد بعد ما تفقدنا المكان وشفنا ازاي ان السوائي رجعناها بعد ما تعمل لها رفع كفاءة وترميم كامل، رجعت تشتغل زي ما كانت بالظبط، وطورنا المكان بقى بطريقة حضارية كمتنفس لأهالي مدينة الفيوم. وخلال زيارته اليوم لمحافظة الفيوم تابع رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات بالمحافظة استهلها بتفقد أعمال تطوير مدخل المحافظة، وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تحرص كل محافظة على تطوير المدخل الرئيسي لها باعتباره بوابة تعكس هوية المحافظة والنسق الحضاري والتاريخي لها. كما تفقد رئيس الوزراء منطقة السواقي لمتابعة أعمال التطوير بها بما يلبي متطلبات التطوير الحضاري للمدينة، وتحقق الاستفادة المثلى من خلال مشروعات تدر عائدا اقتصاديا وتوفر فرص عمل للشباب. وأوضح مدبولي أن المشروع يسير بخطى متوازية مع تطوير مواقع الخدمات بالمدينة في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تعزيز أوجه التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع السيدة خالدة بوزار السكرتير العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتطرق رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى استعدادات مصر الجارية لاستضافة قمة المناخ COP27، معربا عن تقدير الدولة لدور البرنامج الإنمائي في دعم جهود الرئاسة المصرية في استضافة تلك القمة. من جهتها أوضحت المسؤولة الأممية أن مصر تتبنى أكبر حزمة متنوعة من برامج الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدة أن هذه المبادرة التي تمثل علامة فارقة لمصر يجب أن تكون أيضا علامة للقارة الأفريقية. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحجم وتنوع التعاون القائم بين مصر والبنك الدولي. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مجموعة من أعضاء وفد البنك الدولي والذي يزور مصر للمشاركة في النسخة الثانية من أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وكذلك اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة الذي يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية. من جانبهم أكد أعضاء وفد البنك الدولي على أن جوانب التعاون المختلفة مع مصر سوف تشهد تناميا بفضل الزخم الناتج عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع صناديق الاستثمار في المناخ، وذلك خلال الفترة المقبلة في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بالرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ مافالدا دوارتي. وخلال اللقاء أكد مدبولي أن الوقت قد حال للتحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ على الأرض لبرامج التكيف المناخي، وإلى الاهتمام بتوفير التمويل اللازم لتلك البرامج لا سيما في الدول النامية. من جانبها أعربت الرئيسة التنفيذية لصناديق الاستثمار في المناخ عن إعجابها بما شاهدته في مصر من تطور ونهضة عمرانية، مستعرضة المشروعات التي أسهمت صناديق المناخ في تمويلها في مصر. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول فينسيت توم نندوي قائد قوات الدفاع الملاوية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية الملاوية بالقاهرة. تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري والنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين وبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول فينسنت توم نندوي قائد قوات الدفاع الملاوية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا
ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية المالوية بالقاهرة، وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين وبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين. عقب ذلك انعقاد الجلسة الختامية للاجتماع الأول للجنة التعاون العسكري المصرية المالوية، تناولت عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد الفريق أول فينسنت تومندوي على عمق العلاقات التي تربط بين مصر ومالاوي، مشيدا بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في كافة دول القارة الأفريقية. من جانبه أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة، وأن ما تم التوصل إليه خلال المباحثات يلبي طموحات الجانبين في زيادة التعاون العسكري المشترك. حضر اللقاء والجلسة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكري المالوي بالقاهرة. في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، حصلت الكلية العسكرية التكنولوجية على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وأكد مدير الكلية العسكرية التكنولوجية اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى دعم القوات المسلحة للمنظومة التعليمية والبحثية واتباع أفضل الطرق لضمان جودة التعليم وتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي، ويأتي في مقدمة ذلك جرائم التهرب الجمركي والنصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة. احترافية وجاهزية أجهزة وزارة الداخلية تسهم في التصدي الفاعل للجرائم المتنوعة، لا سيما جرائم الأموال العامة. فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالجيزة لمزاولته نشاطاً إجرامياً في مجال تهريب أجهزة الكشف عن المعادن النفيسة والتنقيب عن الآثار من الخارج دون الحصول على الموافقات ودون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وإنشائه موقعاً إلكترونياً للترويج لتلك الأجهزة. ونجحت الإدارة في ضبط 25 جهازاً للكشف والتنقيب عن المعادن، وقدر قيمة المضبوطات والغرامات المستحقة عليها بستة ملايين جنيه. وفي إطار الجهود الأمنية المبذولة للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، سجلت الإدارة نجاحات كبيرة في هذا المجال، فقد تمكنت من ضبط 4 تشكيلات عصابية بالغربية والبحيرة وسوهاج، قام عناصرها بالاستيلاء على أكثر من 17 مليون و300 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجالات التجارة والاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها، توقفوا عن سدادها كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها لأصحابها. الإدارة وفي إطار ما تبذله من جهود للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، شنت حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على هذا النشاط الإجرامي على مستوى الجمهورية. أصفت جهودها عن ضبط 7 قضايا بعدد من المحافظات بحجم تعاملات ومبالغ مالية بلغت قرابة 14 مليون جنيه. وفي مجال التصدي لجرائم الفساد الوظيفي وتزوير المحررات الرسمية، تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة استغل طبيعة عمله واختلس العديد من الشهادات الصحية والمرضية والممهورة بخاتم جهة عمله واحتفاظه بها في منزله لبيعها لمن يرغب بمقابل مادي دون إثباتها بدفاتر وزارة الصحة، كما عثر بحوزته على أكلاشيهات مزورة منسوبة لجهات مختلفة ومجموعة من الأدوات المستخدمة في التزوير. كما نجحت مديرية أمن السويس في ضبط موظف بأحد مكاتب البريد بالسويس استغل موقعه الوظيفي في إجراء تحويلات مالية غير مشروعة من خلال تلقيه مبالغ مالية ضخمة على حسابه الشخصي ويتركها لفترة زمنية ليستفيد من الأرباح المستحقة عليها،
ثم يقوم بسحبها وتسليمها للمستفيدين حتى لا يدفعوا عمولة لهيئة البريد، وبلغ حجم تعاملاته أكثر من 1,000,000 جنيه. وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 462 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 135 طن. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 42 طن. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 93 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 724 قضية، من بينها 199 قضية خبز ناقص الوزن و177 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. اختتمت أعمال الدورة رقم 158 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب. وخلال المؤتمر الصحفي الختامي أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه تم الاتفاق بشكل نهائي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر القادم. وأكد أبو الغيط أهمية القمة في هذا التوقيت الذي يواجه فيه العرب والعالم العديد من المشكلات. تم الاتفاق نهائيا على عقد القمة العربية في الجزائر في 1 و2 نوفمبر 2022، وبالتالي أتصور أنه لا حديث عن ما قرأناه من احتمالات لتأجيل أو نقل أو غيره. يجب أن القمة دي تكون ناجحة، ويجب أن يصدر عنها قرارات، ويجب أن يلتقي القادة العرب ويتشاورهم ويتفاهمهم. وزي ما قلت لكم في 20 وزير ووزير دولة وزير خارجية ووزير دولة التقوا اليوم، وكان نقاش يعني نقاش صريح وواضح وفي الكثير من المودة والصراحة. أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم بجامعة الدول العربية تبنى كافة القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة. وخلال تصريحات صحفية عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، شدد المالكي على أنه يتبقى بحث آليات تنفيذ هذه القرارات خلال الفترة القادمة. تم تبني كافة مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بدون أي تحفظ من قبل أي دولة. كما تعلمون القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير كقضية أساسية مركزية بالنسبة للجامعة العربية والدول الأعضاء. هناك كم كبير من مشاريع القرارات المرتبطة بفلسطين، وهناك تحديث لهذه القرارات خاصة فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بالقضية الفلسطينية. وبالتالي جئنا على كل هذه التفاصيل، تم اعتمادها بالكامل، ونحن مرتاحون تماما من تلك الموافقة. القضية الآن مرتبطة بكيفية تنفيذ مثل هذه القرارات من جهة، ووضع الآليات المناسبة للعمل على تنفيذها. نتحول إلى نيويورك، حيث اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في محطة زابوريجيا النووية لطلب روسي. تتمكن الآن من تقييم الأوضاع بشكل آني، بما أن هناك مفتشان من الوكالة متواجدين الآن في المحطة، ونحن مستعدون لمساعدة المفتشين بأي طريقة ممكنة. أود أن أؤكد أنه منذ البداية لطالما دعمنا جهود الوكالة لضمان الأمان النووي في محطة طاقة نووية في أوكرانيا. الجانب الروسي قد بذل قصارى الجهود ليضمن أن السيد جروسي وفريقه سيوصلون إلى المحطة بشكل آمن، وسيقومون بعمل مساعدون إلى فيينا. وهذا هو ما أشار إليه ممثل الأمين العام عندما قال وأقتبس: الاتحاد الروسي قد بذل جميع الجهود لضمان أمان وسلامة مفتشي الوكالة الذين زاروا محطة الطاقة النووية في زابوريجيا. انتهى الاقتباس. نود أن نعرف منك سيدي المدير العام، ما هو تقييمك بخصوص رضا الوكالة عن تعاون الجانب الروسي خاصة فيما يتعلق بالسلامة والأمن؟ ولكن للأسف
وكما توقعنا الجانب الأوكراني بعد أن فهم أنه لن يتمكن من استخدام زيارة الوكالة لصالحه حاول أن يمنع هذه الزيارة. في 5 سبتمبر تم قصف بلدة أن الهدار، واستمر هذا القصف حتى آخر لحظة عندما كان فريق الوكالة في طريقه إلى المحطة المدفعية الأوكرانية، قصفت بمنطقة زابوريشيا. عندما التقى ممثلو الوكالة مع ممثلين روس وكذلك الطريق نحو هذه المحطة، لقد كان هناك انفجارات على بعد 400 متر من مكان أول الزيارة، وكان هذا القصف يمثل خطرا على سلامة وأمن المفتشين. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، النظام الأوكراني قد استمر في استفزازاته وحاول أن يستولى على المحطة بالقوة مباشرة قبل وصول الوكالة في 6 صباحا في 1 سبتمبر، ومن خلال محطة تخزين المياه تم توجيه أو تم استهداف المحطة. ولتوليد الانطباع أن عمليات أوكرانيا كانت ناجحة، ليتمكن نظام زيلينسكي من طلب مزيدا من الأسلحة. هذه العمليات يمكنها أن تقود السلامة المادية للمرفق. إذا ما نجحت هذه العمليات، كان مفتشو الوكالة سيصبحون دروعا بشرية، وتوقف كل ذلك بسبب القوات المسلحة الروسية وكذلك تيقظ المجتمع المحلي. ونتيجة ذلك اللقاء بين الوكالة الدولية والممثلين الروس قد تم في منتصف اليوم، إذن بعد مرور 4 ساعات من الميعاد الأصلي. نحن نحيي شجاعة ممثلين الوكالة، إذ أنهم مستعدون للعمل تحت النيران حرفيا. نطلب نسألك سيدي المدير العام، كيف أثر ذلك على عملكم؟ محاولة النظام الأوكراني تعطيل هذه البعثة، ما هو تعليقك على أنشطة الجانب الأوكراني في سياق تهديد أمن وسلامة المحطة وسلامة مفتشي الوكالة؟ وأوجه نفس هذا السؤال للأمين العام، إن موظفي الأمن والسلامة الأمميين رافقوا البعثة وتعاملوا مع المسائل المتعلقة بالأمن والسلامة. كان واجبا أن يتم تقييم الوضع وأن يتم تحديد مصادر المخاطر. ما الذي تحدث عنه عاملو الوكالة بخصوص المخاطر التي نشأت عن الأنشطة الأوكرانية؟ سيدي الرئيس، خيبة الأمل بخصوص زيارة الوكالة للمحطة هي خيبة أمل لم تستطع أوكرانيا أن تخفيها. كل هذه البعثات للوساطة تابعنا مشاهدينا جزء من جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في محطة زابوريجيا النووية، حيث حس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا وأوكرانيا على الاتفاق على محيط منزوع السلاح حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وقال غوتيريش لمجلس الأمن إنه يجب على القوات الروسية والأوكرانية الالتزام بعدم الانخراط في أي نشاط عسكري تجاه موقع المحطة النووية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ قرارا نهائيا ضد تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب قد يؤخر صادرات الغذاء ويهدد اتفاقات نقل البضائع عبر البحر الأسود. وكان بايدن قد صرح في وقت سابق أنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف طالب طلبت به أوكرانيا في خضم العملية العسكرية الروسية عليها. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن انقطاعا جديدا للتيار الكهربائي بين محطة زابوريجيا للطاقة النووية والشبكة الوطنية وضع المحطة للمرة الثانية على بعد خطوة من كارثة إشعاعية.
وألقى زيلانسكي اللوم على تجدد القصف الروسي على المحطة. هذا وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المحطة وهي أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خط الكهرباء الاحتياطي تم فصله لإخماد حريق، وذلك قبيل عرضها تقريرا عن الوضع في المحطة. أعلنت الخارجية الروسية أن رد موسكو على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلنطي الناتو سيعتمد على نشر قواعد أجنبية وأسلحة هجومية فيهما. وأوضحت الخارجية أن موسكو أكدت سابقا أن تحول فنلندا والسويد إلى خط مواجهة معاد لروسيا سيخلق تحديات إضافية للوضع في شمال أوروبا. كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو اعتبرت دائما المنطقة القطبية الشمالية منطقة سلام واستقرار وتعاون بناء، وأبدت رغبتها في السابق في كبح تنامي التوتر العسكري السياسي في هذه المنطقة. افتتح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي التعامل في بورصة نيويورك بدقة جرس افتتاح البورصة عن بعد، حيث ناشد القطاع الخاص للاستثمار لإعادة بناء المصانع والصناعة في بلاده. وطرحت حكومة زيلانسكي منصة تضم أكثر من 500 مشروع بقيمة 400 مليار دولار للمستثمرين الأجانب، وذلك للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني وأيضا مع استمرار العملية العسكرية الروسية. أعلنت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون أن الاتحاد الأوروبي سيكشف الأسبوع المقبل عن خطواته التالية لمعالجة أزمة الطاقة المتفاقمة في القارة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وخلال تصريحات صحفية قالت إن اجتماعا استثنائيا لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيعقد في بروكسل لمناقشة حزمة من الحلول على مستوى الكتلة الأوروبية لارتفاع تكلفة سوق الطاقة. وقعت شركة غاز بروم الروسية اتفاقا لبدء تحويل مدفوعات امدادات الغاز الروسي للصين الى اليوان والروبل بدلا من الدولار الامريكي. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة غاز بروم أليكس ميلر ان السماح بالدفع بالروبل الروسي واليوان الصيني يحقق فائدة متبادلة لكل من شركة غاز بروم وشركة البترول الوطنية الصينية، وسيكون مثالا يحتذى به للشركات الاخرى. نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. ليز تراس تلقي أول كلمة لها كرئيسة لوزراء بريطانيا وتتعهد باتخاذ خطوات لتأمين إمدادات بلادها من الطاقة. هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن ليز تراس لتولي منصب رئيسة وزراء بريطانيا، وقال بايدن أنه يتطلع إلى توطيد العلاقات بين واشنطن ولندن والعمل مع ليز تراس لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية. وخلال مؤتمر صحفي في أول كلمة لها عقب توليها رسميا رئاسة الحكومة البريطانية، أكدت ليز تراس أنها ستعمل على تحقيق الازدهار والأمن في بريطانيا. وأضافت تراس أن لديها خطة لتنمية الاقتصاد مشددة على أنها ستتخذ خطوات لتأمين إمدادات بلادها من الطاقة. أتخذ خطوات هذا الأسبوع للتعامل مع فواتير الطاقة ولأؤمن إمداداتنا من الطاقة، وثالثا سأضمن بأن الشعب يمكن أن يذهب إلى أو يحصل على الرعاية الصحية، وسنضع الأولوية الصحية بكل تأكيد في مقدمة أولياتنا. إذن بالتركيز على الاقتصاد والطاقة والصحة فإننا سننجح كأمة.
من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن ما أنجزته حكومته في ملفات البريكزيت وكورونا وأوكرانيا والاقتصاد لا يمكن إنكاره. وأضاف جونسون في كلمته قبل التوجه إلى القصر الملكي لتقديم استقالته رسميا للملكة إليزابيث أنهم واجهوا الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها روسيا، لافتا إلى أنه سيدعم حكومة ليز تراس وفريقها وبرنامجها وأن بلاده سوف تعبر الأزمة. كل من كان منخرطا في هذه الحكومة لأيضا المضيق قدما بعجلة الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، قمنا وسوف نقوم دائما بتزويد القوة ومنح القوة الاقتصادية لمساعدة الناس من أجل تخطي هذه الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها حرب بوتين الشرسة غير المبررة ضد أوكرانيا. وأنا أعلم أن هذه الحكومة ستقوم بكل ما بوسعها من أجل أن يتخطى الناس هذه الأزمة، وهذه الدولة سوف تنتصر. كان قصر بكنغهام قد صرح بأن الملكة إليزابيث عينت ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا خلال اجتماع عقد في قلعة بالمورال باسكتلندا. وأضاف القصر أن الملكة استقبلت عضوة البرلمان ليز تراس وطلبت منها تشكيل حكومة جديدة، وقبلت تراس عرض الملكة. يأتي ذلك في وقت قال فيه قصر بكنغهام إن الملكة إليزابيث قبلت استقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء. قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الجيش يعتزم اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات غدا الأربعاء، مضيفة أنه جرى إخطار روسيا مسبقا. وقال متحدث باسم البنتاغون إن الاختبار يعد إجراء روتينيا، مشيرا إلى أنه يهدف لإظهار جاهزية قوة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بالجيش الأمريكي. أجرى الجيش التايواني تدريبات بالذخيرة الحية في إطار سلسلة من التدريبات العسكرية، وتشارك في التدريبات طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي وطائرات بدون طيار. وعلى الرغم من أن التدريبات كانت جزءا من جولة منتظمة من التدريبات التي تحدث سنويا، إلا أن تركيز هذا العام كان على التهديد الذي تواجهه تايوان من جارتها الصين. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تأكده من لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في حال شارك بينغ في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نوفمبر المقبل في بالي بإندونيسيا. جاء تأكيد بايدن خلال تصريحات صحفية حول مستقبل لقاء الرئيسين، خاصة في ظل تزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة مؤخراً. تابع فريق مؤسسة حياة كريمة خلال جولته في قرية البصرة محافظة أسيوط آخر تطورات عملية تنفيذ المشروعات التي تتم في أكثر من قطاع، حيث تفقد فريق حياة كريمة مشروع مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية وتطوير مركز الشباب، بالإضافة لعملية إنشاء وحدة الإسعاف بقرية البصرة وأعمال تبطين الترع وعملية تنفيذ كبري على ترعة الصنت وكبري آخر يتم تنفيذه بحمولة 40 طن. شهدت الوحدة الصحية بالحمراوين التابعة لإدارة القصير الصحية إقامة قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأجرت القافلة الكشف الطبي أبع صرف العلاج ل 127 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. تتواصل فعاليات معرض أهل المدارس في استقبال الجمهور بصالة جهاز تنمية المشروعات لشراء المستلزمات الدراسية، ويشهد المعرض تخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 30% من قبل الشركة العارضة.
في إطار سلاسل المعارض التي تطلقها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء على الأسر المصرية، تستمر فعاليات معرض أهل المدارس لليوم السادس على التوالي في استقبال الجمهور بصالة جهاز تنمية المشروعات لشراء المستلزمات الدراسية بتخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 30% من قبل الشركات العارضة وفقا لاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية. المعرض كويس ومنظم بشكل جيد جدا، الناس هنا منتهى الذوق وفي عروض كويسه جدا والاسعار حلوه وممتازه، بالعكس في هدايا كمان بتاخدها فوق الاسعار اللي هي بيعملوا عليها سيل كويس قوي. يعني المنتجات كلها موجوده والاسعار جميله جدا وفي خصومات كويسه وفي حاجات جميله جدا ممتازه، يعني كل حاجه لقيتها من كوتشيهات من زي خاص بالمدارس من كشاكيل من كل حاجه. في تنوع في المنتجات كلها، يعني كل مكتبه يعني غير الثانيه، والاسعار كل الاسعار برضو متنوعه. يقام المعرض على مساحه 6000 متر بمشاركه 199 عارضا متنوعا ما بين مستلزمات المدارس من ادوات كتابيه ومصنوعات جلديه وملابس جاهزه واجهزه الكمبيوتر. متوفر عند ورق تصوير، اقلام، كراريس، بندر، هولدر، جميع المستلزمات عندي. بشارك بجلد طبيعي هاند ميد بكل التقنيات بتاعته، عندي كل المنتجات المتواجدة من محافظ أو بورتفيهات أو شنط باك باك أو شنط لابتوب أو كفرات لللاب أو الحاجات اللي هي خاصة بالمدارس. بشترك في المعرض بصابون طبيعي، صابون يدوي بنعمله، وعملنا حاجات مخصوصة تبقى للأطفال، حطينا فيها لعب عشان نشجعهم ان هم يغسلوا ايديهم، بالذات ان احنا لسه في فترة كورونا وعايزينهم يحافظوا برضو على نظافتهم وعلى كده. طبعا عشان نشارك في المعرض احنا بنشارك ضمن لجنة المرأة من الغرف التجارية، وكان ضروري ان احنا نعمل خصومات على الأسعار عشان نشارك في المعرض. عملنا اكتر من خصم، سواء خصم على المجموعة وخصم على الأسعار بعض الصابون، وبنشارك في المعرض ومبسوطين. احنا بنشتغل في بازلات وألعاب تعليمية تنمية مهارات، بعملها شغل هاند ميد، وبننزل برضو احيانا معارض اسر منتجه، والحمد لله يعني ما شاء الله الاقبال حلو. يعني المنتجات المعروضه ضمن معرض اهل المدارس مصنعه محليا بنسبه 80%، وجميع الادوات المكتبيه متوفره في المعرض من خلال 40 شركه كبرى، بالاضافه الى تشكيل مجموعات عمل لمتابعه المعرض طوال فتره اقامته. نظم المجلس القومي للمرأة الحفل الافتتاحي لبرنامج قادة المناخ بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة، وذلك بهدف دعم أفكار الشباب نحو التغير المناخي. وشهد الحفل حضور عدد كبير من طلاب وشباب الجامعات، حيث قاموا بطرح عدد من الأفكار والرؤى لمواجهة التغير المناخي. ويهدف برنامج قادة المناخ إلى دعم الأفكار والمشاريع الخضراء للشباب، سواء دعم مادي أو فني، إيمانا بمهارات الشباب وقدرتهم على إحداث تغير مفيد للمجتمعات. يعد مستشفى الإصابات الجامعي الجديد بأسيوط صرحا طبيا ضخما بطاقة استيعابية 600 سرير و68 سريرا بالعناية المركزة و28 غرفة عمليات. وتم افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى وتشغيل العيادات الخارجية لتخفيف العبء عن المستشفى الرئيسي في ظل كثافة أعداد المترددين. مستشفى الإصابات الجامعي الجديد صرح طبي ضخم بأسيوط، مقام على مساحة 5500 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 600 سرير و68 سرير عناية مركزة و28 غرفة عمليات. صرح جديد سوف يحدث طفرة طبية في مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الحوادث والإصابات في كافة محافظات الصعيد. من هذا المشروع الحيوي الذي يخدم، يعني مش هقول صعيد مصر فقط ولكن جمهورية مصر العربية في مجال الإصابات، هذه المستشفى متميزة وفيها جميع التخصصات التي يحتاجها لا قدر الله من يصاب في حادثة أو غيره، جميع التخصصات، جراحات المخ والأعصاب، جراحات الميكروسكوبية، جراحات قلب وصدر، شرايين، جراحات العظام التخصصية وكل شيء. تم افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى وتشغيل العيادات الخارجية لتخفيف العبء عن المستشفى الرئيسي في ظل كثافة أعداد المترددين. ويعمل مستشفى الإصابات بالكامل وفق نظام عمل مميكن ووفق أحدث النظم الطبية، كما أن العيادات مجهزة بالكامل بكافة الإمكانيات المطلوبة وأجهزة الأشعة. مستشفى الإصابات والطوارئ هي إحدى المستشفيات الجامعية والتي تعد قلعة من قلاع الطب في مصر،
مستشفيات جامعة أسيوط تقدم الخدمة لمرضى محافظة أسيوط ومرضى المحافظات المجاورة من صعيد مصر في كافة التخصصات التي تحتاج إلى نوعية خاصة من التدخلات سواء كان الطبية أو الجراحية. خدمة طبية نوعية ما كان لها أن تخرج إلى النور لولا توجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن في كافة محافظات الجمهورية. والآن جاء موعد أخبار المال والأعمال تقدمه لنا دينا شرف. شكرا لك يا آية، شكرا لك يا ياسر. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. استقبل وزير التجارة والصناعة أحمد سمير سفير السعودية بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، واستعرض اللقاء ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية. وقال وزير التجارة إن مصر لديها قدرات تصنيعية هائلة في مختلف الصناعات، ويتمتع المنتج المصري برواج كبير في مختلف الأسواق الخارجية. كما أشار الوزير إلى سعي مصر لتعظيم الاستفادة من كافة الثروات المتاحة والتوسع في تصنيعها بهدف زيادة قيمتها المضافة وإتاحتها في الأسواق المصرية والعربية. عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بليديس، كما عقد عدة اجتماعات مع رؤساء شركات عالمية في إطار مشاركة في مؤتمر غاستيك 2022 بمدينة ميلانو الإيطالية. واستعرض الملا خلال اللقاءات الموقف الحالي لاكتشافات الغاز التي تحققت في قبرص وكيفية تعظيم الاستفادة منها والاستفادة من التسهيلات والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر لاستقبال الغاز القبرصي، وذلك بعد تنمية الاكتشافات بما يحقق صالح البلدين. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703 مليارات و711 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 10177 نقطة مرتفعا بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 10329 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2233 نقطة مرتفعا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة. وفتح مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3204 نقاط ليصعد بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 3260 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و19 قرشا للشراء و19 جنيها و26 قرشا للبيع. كما سجل اليورو 19 جنيها و5 قروش للشراء و19 جنيها و13 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيها و21 قرشا للشراء و22 جنيها و31 قرشا للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. واخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و10 قروش للشراء و5 جنيهات و12 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1718 دولارا للأوقية. ومحليا سجل عيار 18 نحو 950 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1108 جنيهات للجرام،
في حين سجل عيار 24 نحو 1266 جنيها، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 8864 جنيها. استمر الين الياباني الحساس لتحركات الأسعار الفائدة في الانخفاض متجاوزا حاجز 142 مقابل الدولار، بينما حاول الجنيه الاسترليني واليورو التعافي من أدنى مستوياتهما في عدة سنوات مقابل الدولار في هذا اليوم السابق، لكن اليورو لم يفلح في ذلك، وصعد الدولار 1.7% مقابل الين إلى 142.1، وهو أعلى مستوى جديد في 24 عاماً. وصعد كل من الجنيه الاسترليني واليورو بما يزيد عن 0.6% مقابل الدولار في التعاملات الصباحية في أوروبا، ليسجلان 1.15 دولاراً و99 دولاراً على التوالي. ختام أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى إلى آية وياسر. شكرا لك دينا. ما زالت باكستان تعاني من الفيضانات التي زادت قوتها بأكثر من 10 مرات عن المعتاد والمستمرة منذ يونيو الماضي. ويلقي العديد من الخبراء اللوم على تغير المناخ الذي أدى لتلك الطفرات غير المسبوقة في مستوى المياه بالعديد من المناطق وفي أكثر من دولة. للمزيد نتابع التقرير التالي. لا يزال الباكستانيون يحصون خسائرهم من جراء الفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث مساحة البلاد، غير أن عواقب الكارثة على المدى البعيد تظهر منذ الآن بوضوح، وتضرر أكثر من 33 مليون شخص من جراء الفيضانات التي تسببت بها أمطار موسمية هطلت بغزارة أكثر من 10 مرات من المعتاد منذ منتصف يونيو الماضي، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية. وإقليم السند في جنوب باكستان هو واحد من أكثر المناطق تضرراً، ولقي أكثر من 1300 شخص مصرعهم وفقد الملايين منازلهم في الفيضانات، والتي ألقى العديد من الخبراء باللوم فيها على تغير المناخ، وتسبب الدمار في خسائر قدرها 10 مليارات دولار وفقا لتقديرات الحكومة. وفي الوقت الذي تمتد المياه فيه في بعض الأماكن على امتداد البصر، تكمن الأولوية الآن في الوصول إلى آلاف العالقين في الجبال والوديان في الشمال وفي القرى المعزولة في الجنوب والغرب. وأعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية ارتفاع حصيلة الوفيات من جراء الفيضانات الكارثية إلى أكثر من 1300 شخص، فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى أكثر من 12,000 مصاب. وقال مسؤولون إن تفشياً واسع النطاق للأمراض المنقولة عبر المياه يؤثر بصورة سلبية في مئات الآلاف من الناجين من الفيضانات. هذا وتواصل فرق الإغاثة وقوات الجيش المدعومة بالطائرات المروحية جهودها لإغاثة المنكوبين بالفيضانات وتوزيع المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والمستلزمات الأخرى، كما تسعى السلطات الباكستانية جاهدة لمنع فيضان مياه أكبر بحيرة في البلاد وغمر البلدات حولها بعد فيضانات غير مسبوقة. والآن جاء موعد الجولة الرياضية. مرة أخرى مع دينا شرف. شكرا لك آية، شكرا لك ياسر، والآن موعدنا مع أخبار الرياضة. أنهى الاتحاد السكندري اتفاقه مع الصربي زوران مانولوفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق الأول بداية من الموسم المقبل. وقاد مانولوفيتش الإدارة الفنية للعديد من الأندية أبرزها الوداد الرياضي المغربي والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائرية وبريمير يورو دو أوغستو الأنغولية. خسر تشيلسي الإنجليزي من مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 13. فاز بروسيا دورتموند الألماني على ضيف كوبنهاجن الدنماركي 3 أهداف نظيفة في دوري أبطال أوروبا، وانفرد دورتموند مؤقتا بصدارة المجموعة السابعة التي تضم أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني.
تتواصل غدا مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. وفي أبرز مواجهات الغد يستضيف برشلونة الإسباني فريق فيكتوريا بيلزن التشيكي، بينما يحل الليفربول الإنجليزي ضيفا على نابولي الإيطالي، ويلتقي بايرن ميونخ الألماني مع إنتر ميلان الإيطالي. استدعى المنتخب الغاني إنياكي ويليامز لاعب أتلتيكو بلباو لصفوفه للمرة الأولى، وذلك استعدادا لمشاركته في كأس العالم 2022. ويحق للاعب المولود في إسبانيا أن يلعب للمنتخب الغاني، حيث أن والديه ينحدران من العاصمة الغانية أكرا. ويأتي ضمه للمنتخب الغاني بعدما أعلن اللاعب في يوليو الماضي أنه متاح للمباراتين الوديتين أمام البرازيل ونيكاراغوا. ختام أخبار رياضة عودة مرة أخرى إلى آية وياسر، إليكم. شكرا زين. شهد معبد هيبس الأثري بمدينة الخارجة في الوادي الجديد رصدا لظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس. ومرت أشعة الشمس من مدخل المعبد وصولا إلى قدس الأقداس في المنطقة المظلمة داخل المعبد. وقامت محافظة الوادي الجديد بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بدراسة ظاهرة تعامد الشمس على معبد هيبس، تمهيدا لاعتمادها بشكل رسمي واستغلالها في الترويج السياحي لأكبر معابد الصحراء الغربية. النهاردة نحن بصدد عمل دراسة وفحص وتدقيق لظاهرة بتحدث داخل معبد هيبس مرتين في العام، في السابع أو في شهر أبريل وشهر سبتمبر من كل عام. إحنا النهاردة الظاهرة دي طبعا كانت ملاحظة بالملاحظة البصرية منذ فترات طويلة جدا، وتم تصويرها من قبل، ولكن النهاردة احنا بصدد تعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بعمل دراسة وبحث وتحليل للظاهرة للتأكد من حدوثها في يوم معين من أيام شهر سبتمبر السنة دي في 22. الموضوع ما زال تحت الدراسة وتحت الإقرار، احنا بنحاول نحدد الوقت السليم واليوم السليم في اللي بحالنا أقوى إصطاع وأقوى إشعاع في التعامد بتاع الشمس على معبد هيبس. وإحنا متابعين حركة الشمس من بدري، من حوالي الساعة 6 إلى 3. الهدف من الاحتفالية إن إحنا نعرف مجتمع الوادي الجديد، وطبعا زي ما أنتم شايفين معنا عدد من الضيوف الأجانب، بأهمية الظاهرة وجودها، الجدوى من رصدها ومتابعتها، وأيضا تصحيح المعلومات الفلكية لدى عامة المجتمع. لكن زي ما حركوا الناس كلها فرحانة ومبسوطة أن الظاهرة دي بيتم الاحتفال بها بشكل رسمي لأول مرة في تاريخ معبد هيبس. والآن نتعرف على حالة الطقس. نعود مرة أخرى إلى الزميلة دينا شرف، إليك دينا. شكرا لك ياسر، شكرا لك آية. والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 33 وصورة 23، الإسكندرية 30 23، مطروح 29 23، بورسعيد 31 24، الإسماعيلية 34 24، السويس 33 23، العريش 31 24، طابة 33 26، شرم الشيخ 37 28، الغردقة 35 27، الأقصر 38 27، أسوان 39 27، الوادي الجديد 38 26، شلاتين 36 27، وأخيرا حلايب 35 27. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
والآن نترككم مع أبرز لقطات في اليوم. Forward and right 30. Forward and right 20. Easy forward. Or forward right 10. Roger. Forward right 10. Good copy. Out. Easy forward right. Now hold right. Easy forward. Okay. Easy forward. Altitude. Hold. Swimmer is on the rocks. Swimmer is at the easy back. Right. Swimmer is at the survivor. Easy back. Okay. Hold. Easy left. Okay. And hold. A good position here, directly over them. Okay. Swimmer is putting a quick strop around the survivor. Easy forward and left. Okay. Hold. And easy back. Okay. We have ready for pickup. Roger. And hold. Roger. Easy left. Hold. Prepare to take the load. Okay. Taking the load. Roger. Swimmer and survivor, clear the rocks. Clear move as required. All right. Come up to about 50 feet. Swimmer and survivor are 10 feet below the cabin. You're clear left. Swimmer and survivor are just below the cabin. Okay. Swimmer and survivor are outside the cabin. Bring a swimmer and survivor to the cabin. انتهت نشرة الأخبار وعليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يؤكد الاستمرار في تقديم كل الدعم للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق تطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. مدبولي يؤكد من الفيوم أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعتبر محور عمل الجمهورية الجديدة. الرئيس الأمريكي جو بايدن يتخذ قرارا نهائيا ضد تصنيف روسيا دولة الراعية للإرهاب. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الإخبارية من التاسعة، لكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع الزميل يوسف الحسيني. ازيك يا يوسف؟ منور. ازيك يا ياسر؟ منور انت دايما بابتسامتك الرائعه. ازيك يا ايه؟ عاملين ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. لحظات من القلق والتوتر شفناها لحظه انقاذ الصياد دلوقتي في الخبر الاخير. بس انا كنا الاول كنا فاكرين ان دي حاجه في الفضاء، ولكن طلعت الحمد لله ان هي والله بجد. بس كنا لازم فعلا نقعد نشوف لحد ما يعني النتيجه، يعني تم انقاذه الحمد لله. احنا مش عايزينك تقف كتير يا يوسف. يا رب يخلي، يعني عايز نمشي. انا قلت هنقعد ندد شويه يا السور. شكرا حبيبي، ربنا يخليك يا رب. الف شكر ليك وبالتوفيق ليكم جميعا، واستاذنكم نبدا فقراتنا.